صباح الخير أحبائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير بنتي ليندا وزميلتي الجميلة، صباح الخير لكل كادر قناة الرشيد، صباح الخير للكنترول، صباح الخير للجميع. إن شاء الله أتمنى يكون صباح مبارك من قبل الرب، إن شاء الله يجعل دائما أيامكم وأعمالكم موفقة، وإن شاء الله تكونون بأحسن حال. أكيد الخارطة الفلكية اليوم بها كلام، ورح نستغل هذا الوقت بآخر الأخبار الفلكية. الأخبار الفلكية تقول أنه هناك كوكبين، يعني هم مثل ما نقول مثل الميكس الجميل، وهم كأنما متفقين اثنينهم يطلعون اليوم، يعني يطلعون كل واحد راح يطلع من صفحة. فعندنا الكوكب الزهرة اللي هو الكوكب الثاني وجار الأرض، أو قد يسموه أحد يعني اللي يشوفه يقول إنه هو توأم الأرض، هو كوكب خافت أصفر، لونه أصفر خافت، أكيد جار الأرض، عنده أشكال مثل القمر، يعني أحيانا يبدو مثل القمر، هلال وبدر، يعني الأشكال والأوجه. إضافة إلى ذلك هو يتحرك مثل بقية الكواكب السيارة، وبمتابعتنا للخارطة الفلكية نعرف أنه هو متواجد في برج الثور. لكن يا ترى هل سيبقى في برج الثور؟ لا، لابد أنه يكمل مسيرته. فهاليوم يعتبر فترة انتقال لهذا الكوكب. إضافة إلى ذلك هناك فترة انتقال للقمر من برج الأسد إلى برج العذراء، بكرة راح يكون متواجد في برج العذراء، فهي فترة انتقال لكوكبين. أوكي، أثناء فترة انتقالهم ممكن أنه يشكلون فتزاوية يعني غير إيجابية مع أحد الكواكب، فتعتبر هذه الفترة غير صالحة لتتميم الأعمال. لكن بكرة راح يكون عندنا انتقاله وكلام يعني للقمر وكذلك لكوكب الزهرة. أكيد بانتقالة كوكب الزهرة هناك أبراج يجب أن ننبهها، لأنه في فترة انتقاله مثل ما قلنا ما تصلح هذه الفترة للبدء بشيء جديد، إنما تكون فترة تخطيطية اكتفاء بعمل روتيني. إضافة إلى ذلك هناك بقية من الأبراج يحكم عشرياتها الزهرة، فأيضا هذول مشمولين بذلك. كوكب الزهرة يأثر بصورة مباشرة على برج الثور، وكذلك يأثر على برج الميزان، هذه من باب إذن هذول البرجين هذا اليوم بين قوسين اكتفي بعملي الروتيني. أوكي، هذه لغاية بكرة. بكرة راح يكون في برج آخر، وإن شاء الله راح نتحدث بإذن الله عن ما هي الدخول إلى هذا البرج وتأثيره على كل الأبراج. يعتبر الزهرة من الكواكب اللي المصغرة للتأثيرات الإيجابية مثل المشتري، فيأتي الطاقة الإيجابية تأتي من أولا الزهرة، ثانيا المشتري، يعني يعتبروهم هيجي كواكب تفاؤل، كواكب إيجابية، كواكب تنطي فد دفعة من التأثير. كانوا يسموه الرومان القبل والسابقين يسموه إله الجمال، ويسمى فينوس يعني إله الجمال. ليش؟ لأنه يعني يمكن بتطور العلم وتقدمه أصبحنا نعلم أنه هو يأثر على هرمون الإستروجين لدى النساء، وكذلك تأثيره على كل هالهرمون كيف يؤثر على المرأة، وكذلك كيف يؤثر أيضا على نظارتها وعلى الجمال وتجديد البشرة. فلهذا يسموه كوكب الجمال حقيقة، وهو يسمى عند العرب بكوكب السعد المصغر، يعني تأثيراته تكون حلوة وإيجابية وتجعل اللي يقع تأثيره عليه لطيف ويعني جميل. لاحظ لذلك كثير من مجاميع الثور ومجاميع الميزان وكذلك العشريات اللي تخص من بقية الأبراج اللي تخص الزهرة، نلاحظ أنه شكلهم يكون لطيف ويسموه الجمال
الراقي، يعني جمال التقاطيع يكون ناعمة وجميلة، وكأنما الشخص يعني يبدو مثل يمتلك وسامة ورقي بالجمال. هذا تأثير الزهرة. طيب قلنا أنه الزهرة تحكم برج الثور الحلوين وبرج كذلك الميزان الحلوين. طيب من هم العشريات اللي تحكمها الزهرة من بقية الكواكب؟ خلنا نجي نشوف. حتى اليوم هذول اللي دا أذكرهم نكتفي بالعمل الروتين، كوكب اللي دا يأثر عليكم دا ينتقل، إضافة إلى انتقال كوكب آخر اللي هو القمر اللي أكثر يأثر على الأرض، فلهذا السبب أكثر من كوكب دا ينتقل، فيعني أخفف من أعمالي، ما أبدي يعني أتمم أمور أزيد من طاقتي، أكتفي بعملي الروتيني فقط. طيب أوكي، خلي أخذ أم علاوي وبعدين أكمل لكم العشريات. تفضلي أم علي. أنا صباح الخير. صباح الورد. شلونك يا عمري؟ الله يسلمك أم علي، كل الهلا عيني. الزحمة. نعم. بعد تسعة. نعم. ألو. عزيزتي أسمعك أم علاوي، أسمعك أمي. أقول لك 18/9. نعم. من الساعة 7:30 8:30، بس رجاء جاوبين على الـ على ذاك الموبايل، لأن ما عندي كهرباء. حضرتك 8:30 9:30 بالليل الصبح. بالليل بالليل، عندنا الارتباط والصحة بلا زحمة تجي اروح لك. عزيزتي بالنسبة إلى 18/9 هذا مولود الأخيرة من العذراء، أوكي؟ ايه. يعني العشرية الثالثة منه. الكواكب اللي تأثر عليه بالدرجة الأولى، أولاً الشمس، القمر، عطارد، إضافة إلى هيمنة الشمس، يعني الشمس مأثرة. أنا ذكرت هسه دخلت الشمس إلى برج الثور، وهو ويعتبر هذا كوكب عشرية هذا الشخص، فهذه الفرصة جدا إيجابية للارتباط، كذلك لحل مشاكل تخص السفر، دراسة عليا، صلح. كانت مرتبطة هي وانت طلعت. نعم. يمكن احتمال إذا ممكن يكون أكو عودة أو أكو ارتباط جديد. هذا يعني فتشي يحكم ظروفها، بس أنا أتوقع لها خير. الفترة كلش إيجابية، وخصوصا كل ما تتوغل الشمس في برج الثور مجاميع الأولى من العذراء يكونون أكثر حظا في الارتباط. عزيزتي الله يفتحها بوجهها، ودعواتنا أنه ينطيها النصيب الصالح. يما لا تخافين عليها مثل الورد، الله يحفظك ما شاء الله، الله ناطيها بما ألاحظه إنسانة قوية الشخصية، إنسانة رقيقة لطيفة نظيفة مرتبة خلوقة، يعني هالأشياء هذه كلها تخلي عين الله عليها وين ما تروح. أمي وأبوي رحم الله والديك، رحم الله والديك، والديك أمي، والديك عزيزة، على راسي على راسي أم علاوي على راسي. عندي بيداء. صباح العافية. يا هلا، كل الهلا، صباح النور. العفو، أنا سابقا متصلة، كان من مواليد 11 العشرية الثانية من العقرب. ياه عفيه عفيه. أتأثر تأثير الفلك اللي هسه الأقرب، كون أنا مدى عشريتي تحكمها الشمس والشمس بالثور، أتأثر مثل ما يتأثر برج الأقرب كليتهم. هذول المشاهدين مالي، شوفوا المشاهدين مالي شلون شطار. أي عين. لا أنا متابعة لك بشكل. عزيزتي يشرفني هذا، يشرفني يشرفني عبيبتي. عزيزتي شوفي لي وضعي خلال هاي الفترة، عمري تأمريني أمر أمي وأبوي، تأمريني عزيزتي. مشكورة. الله يخليك، الله يخليك. إلى الله يسلمك، الله يخليك، تحياتي إلى أسرتك أمي وأبوي، كل الهلا كل الهلا بيداء. أنا جدا يعني أفرح من أشوف أنه الحمد لله اللي تابعني دا يكون عنده في الثقافة فلكية، ودا يعرف كواكب اللي تأثر عليه، يعني صدق من صدق فرحتني بيداء اليوم، الله ينطيك العافية. أكيد كنت دا أتكلم عن
العشريات اللي تحكمها الزهرة اللي اليوم شنو نكتفي بعملنا الروتيني. ليش؟ لأن أكو كوكب يندى تنتقل، يعني مو لعب. أوكي، فعندنا منو يحكمها الزهرة؟ عندنا الثانية من العذراء. أوكي عزيز أعزائي، عندنا كذلك الثالثة من العقرب، عندنا كذلك الأولى من الدلو، الأولى من الدلو، وعندنا كذلك الأولى من السرطان. الأولى من الدلو والسرطان تحكم عشرياتهم الزهرة، وعندنا كذلك الثانية من العذراء والثالثة من العقرب. هذول يكونون محكومين أو عشريتهم يأثر عليهم كوكب الزهرة. فعلى هالأساس هاليوم نكتفي بعملنا الروتيني إلى أن باكر الزهرة تكون في برج آخر، ونشوف شنو الأخبار اللي ممكن تكون نتيجة لهذا الانتقال. وأم إحسان، ألو. ألو عيني، السلام عليكم. سلام. يا هلا يا هلا، وكل الهلا كل الهلا يا عزيزة وغالية، تسلمي لي. بس أريد منك رد مشي الله يرضى عليك. أمريني. أنا أدى موالد ابني 1973. أي. وكل ما تصير نصيبة يوقف، تخرب يعني شغلة، كل يا ما تصير تخرب يا يوم يا شهر. شوف هو ثلاثة اثنين شهر الثاني. نعم، يعني برج الدلو. أي و بشهر الثاني. اي عزيزتي. نعم عزيزتي. أيوة. إيه. وتشوفين لي شنو الموضوع، الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. تدللين عزيزتي. الاسباب هاي اللي ضاغطه عليه، يقول مضغوط عليه، احس بنفسي. اي اكيد اكيد، بس انا هسه راح اجاوبك ليش. اي والله خاف تنقطع الكهرباء، الله يبارك لي. اي امي تدللين عزيزتي. شكرا، الف شكر. الشكر لله وليس للبشر، على راسي امي. عمران، تفضل يا عمران. السلام عليكم. عليك السلام. شلونك شكلك؟ شلونك زين؟ الله يسلمك ويخليك، على راسي عيني. عمران تفضل. راسي. يوم راسي زين. اريد اعرف برجي، ما اعرف برجي، مواليد 71. الا لا ممكن تدلل ابوي على عيني وراسي. راسي دايم وعيني دايم، الله يخليك فحظك. شكرا. اليوم والله بدي شفت عيني اليوم الشهر السنة ايش قد حضرتك؟ اليوم الشهر ايش؟ اي 71 مواليد 71. اي 21 4. اها ايش قد؟ 23 4. ها ها، اي ان شاء الله تعرف البرج مو تدلل. ايوه ما اعرف برجك، ما الله واديك. والديك ابويا انت، على راسي، تحياتي لك. اي عيني، اكو شيء استفسار اخر؟ ها كل الهلا دي كل الهلا. طيب اكو من البارحه عندي ام علاء وام هبه. اوكي، يعني بعد من البارحه الحلقه مال البارحه ام علاوي تقول 13 12، وعندي هم ام هبه 17 3 و 17 4. هذول كلهم لازم اجاوبهم اليوم. فسيدي المخرج، ايش قد بقالي وقت ابويا؟ ها يا دوب اجاوب. اوكي، فاحنا مثل ما قلنا انه القمر دا ينتقل وكوكب الزهره دا تنتقل، فعلى هالاساس احبائي مثل ما ذكرت لكم هذه الفتره نكتفي باعمالنا الروتينيه. كذلك القمر ايضا دا ينتقل، من ينتقل القمر هناك ايضا البرج اللي دا ينتقل له القمر. القمر هسه بالأسد، البرج الوراء منه العذراء، فالعذراء أيضا نكتفي بعملنا الروتيني. ليش؟ لأنه عندنا انتقالة زهرة بنفس الوقت رهمت وانتقالة قمر، هاي هيك الخارطة الفلكية يعني رهمت هالشكل، شو نسوي يعني؟ إيه. على العموم كذلك العشريات اللي يحكمها القمر أيضا في فترة انتقاله يجب أن تكتفي بعملها الروتيني، اللي هي منه الثانية من الثور، والثالثة من السرطان، وكذلك الأولى من الميزان، والثالثة من الدلو. أوكي، هذولا هاليوم نكتفي بعملنا الروتيني فقط. بكرة راح يكون عندنا القمر بالعذراء والزهرة بالجوزاء، وإن شاء الله بكرة نتحدث عن برج الجوزاء. وهسه راح يكيف المخرج لأنه هو مواليد برج الجوزاء،
وإضافة إلى ذلك رح نتحدث عن ما هي تأثير دخول الزهرة إلى برج الجوزاء وتأثيرها على كل الأبراج. أكيد أبدي أستغل الوقت الموجود عندي للإجابة على الأخوة والأخوات اللي اتصلوا بي حتى يكفيني الوقت. عندي أم علاء تقول 13/12/93 البرج والحياة. أكيد مرحبا عباس، شونك؟ عباس مخبوص اليوم، ما أدري إيش دا يسوي، بس الريحة طيبة بالاستوديو. أكيد 13/12 هو الأخيرة من القوس أحبائي، الأخيرة من القوس. الكواكب اللي تحكم هالمجموعة بالدرجة الأولى هي الشمس والقمر، هاي منتهين من عندها. طيب بقية الكواكب اللي هي المشتري إضافة إلى زحل. المشتري بالعقرب وزحل في البيت في برج الجدي حسب الخارطة الفلكية. فهذه الفترة تقول لكم صح أنه أنتوا انزاح من عندكم هم بوجود زحل كان عندكم في برجكم، تحول إلى موقع آخر. هذا يشجع الفترة على المثابرة أحبائي، المثابرة في حل الأمور المالية وكذلك حل الأمور الإيجاد عمل أو عمل إضافي، وكذلك بالنسبة إلى الوضع الصحي. راح يكون هناك فد إشارات في الأيام الأقل حظاً أو الأشهر الأقل حظاً، إشارات ممكن تكون صحية تأثيرها ممكن يكون فلكي. فشوية هالإنسان ممكن أنه يحتاج إلى دعم من قبل الآخرين، راحة، يغير دائماً الأجواء، وخصوصاً أنه هذا الإنسان طبيعته تفاؤلية. لكن الشيء اللي ما يخوف أنه هذا الإنسان بتفاؤله يكون عنده حظ ويلعب الحظ دوره، وإن غيمت عليه الدنيا لكن تمطر خيراً لا تمطر اسم الله شراً. فالفترة مشجعة جداً لمجاميع القوس، وتقولهم في هذه الفترة ثابروا وحصلوا اللي تريدوا قبل ما تدخل الشمس إلى برج آخر، لأنه هذا البرج بيصالحكم يقولكم اعمل وثابر حتى الشهر المقبل يمكن نتيجة مثابرتك يكون لها فد يعني فد نتيجة إيجابية. بالنسبة إلى أم هبة تقول 17/3 هي الأخيرة من مجموعة الحوت. الحوت 17/3 هذا المولود الكواكب اللي تأثر عليه هي الشمس القمر كذلك المشتري ونبتون والمريخ. يعني هذا الإنسان خمس كواكب تأثر عليه، جسمه طبيعة جسمه هي شي تقول. المريخ حاليا موجود بالجدي موقع داعم، نبتون موجود في نفس ذات البرج. بالنسبة إليه هو إنسان شوية كتوم مكافح. الفترة تقول أنه مواليد برج الحوت في هذه الفترة مع انتقالة كوكب أورانوس كوكب المفاجآت إلى برج الثور راح يكون عندهم فرصة لتأسيس وضع دراسي مالي بالشكل اللي بيه ماكو فد منغص في هذا المكان اللي هو مكان يكون شوية ضروري وجوهري في ترتيبة الحوت. فعلى هالأساس أيضا أدعو لمواليد برج الثور بعد مغادرة أورانوس من برج الحمل الناري أنه يثابرون، لأن بعد ما رح يكون أمامهم ديك المعوقات والمشاكل اللي مروا بيها 8 سنوات. الطالب ممكن يتفوق، الشخص ممكن يلاقي له شغلة، الخسران التاجر الخسران ممكن يعوض خسارته. فهالأشياء بالمثابرة وبالدعم وبشحن الطاقات الإيمانية من الرب سبحانه وتعالى والإنسانية وبتشجيع العائلة والناس ينطيف الدعم ودفع للأمام. بالنسبة إلى 17/4 هو الأخيرة من الحمل النجمية، وفترة تقول لكم أحبائي أنه هذه الفترة أيضا مدة 3 أشهر يعني راح تكون موفقة في حياتكم، وخصوصا مع انتقالة الزهرة إلى برج باكر إلى برج الجوزاء. فالطالب من مواليد برج الحمل الناري
ممكن انه يحصل على التفوق اذا هالفترة شد حيله. امكانية استيعاب معلومات ممكن تكون كبيرة، مساعدة الناس، تواصل الاجتماعي، طريقة استيعابه للأمور ممكن تكون جدا إيجابية في حال لو كان طالب، وإذا ما كان طالب يعني كان موظف أو في حياته العامة فرح تكون أيضا فترة إيجابية في حياتك. 30/11 مولود برج القوس، تقول لك الفترة أنت عشريتك الأولى، كوكب عطارد متواجد في برج إيجابي اللي هو كوكب عشريتك، فهذا أيضا ما يدعو إلى مخاوف، بالعكس راح ينتقل كذلك إلى برج آخر. لكن أرى مع انتقالة الزهرة إذا كانت هذه فتاة فراح ينفتح لها باب ارتباط، هذا إن شاء الله راح نتكلم عنه بكرة. بالنسبة إلى 8/3 هذا مولود برج الحوت الثانية وليس الثالثة، الثالثة يحكمها المريخ، الثانية يحكمها المشتري، هذه الإنسانة الفترة المقبلة أيضا أشجعها على المثابرة لأنه راح تكون إن شاء الله ناجحة، وكذلك ممكن أنه تحصل على فد موضوع يغير يعني يغير من حياتها، ممكن يكون شفاء من حالة نفسية، شفاء من حالة صحية، تغيير حياة، ممكن خطبة أو ارتباط، فإن شاء الله راح يكون هذا التغيير بالصالح. عندنا 6/7 مولود برج السرطان و 15/6 6/7 مولود برج السرطان، هذا العشرية الثانية خاصة بكوكب عطارد. كوكب عطارد بانتقالته إلى برج الثور إن شاء الله بعد فترة، ووجود الكواكب الشمس وكذلك يعني لوحدها وبعد ذلك راح ينتقل أورانوس إلى برج الثور راح يشيل من كاهل مواليد برج السرطان الكثير من المتاعب. لكن هاي البنية أوصيك أنه دائما تقري لها الأذكار لأنه هي من طبيعة جسمها تستقطب الطاقة السلبية، فتريها دائما يعني شوية متعبة، جسمها تقيل، ما تخطي خطوة إلا يعني مثل ما يقول منظورة من الآخرين، فقراءة الأذكار والتخلص من الطاقة السلبية ضروري جدا جدا بالأسبوع مرة. بالنسبة إلى 15/6 هذا مولود راقي جميل الطلة، راح يكون إلى مستقبل واعد هذا الشخص من بين هالأرقام اللي شفتها، فهذا أشجعه على العطاء وعلى الدراسة، إذا كان طالب فهو متفوق، والفترة المقبلة تعد هالمجاميع بإيجابية كلش قوية، سواء كان ارتباط، سواء كان عمل، سواء كان تغيير في حياته. عندنا بيداء تقول الفترة الحالية أني 11/20 الشمس وبداعة. عزيزتي الفترة تقول بدخول الشمس إلى برج الثور، برج الثور بالنسبة إلى برج العقرب يعتبر يحول الشحنة إلى شحنة مغناطيسية مضاعفة. يعني شنو أقصد بكلامي؟ أقصد بكلامي أنه طبيعة برج الثور مغناطيسي، طبيعة برج العقرب مغناطيسي، لكن بدخول الشمس اللي هي كوكب مسيطر على العشرية تدخل كهربائية فيصير كهرو مغناطيسي. هذا يعني انه اكو فد امور في داخلك انت، في داخلك انت دترين الواقع بطريقة يمكن غير اللي هي معهودة، تحسين أنه العالم مدى تأمنين، ما عندك ديك الثقة المطلقة بالعالم، دا يصير عندك فد شك من أمور، أكو فد مخاوف غير مبررة. ثقي هذه فد أشياء ممكن أنه أنت دا تشعرين بها بالفترة الحالية لكن ليست في محلها. أنت إنسانة محبوبة، قوية الشخصية جداً، من أقوى مجاميع العقرب الثانية هي، لأنه تابعة للشمس، عندك قوة، عندك نشاط،
عندك قدرة على التأثير على الآخرين، وكل ما تكبر هذه المجاميع يصير عندها هيبة وتأثير على الآخرين. كان أكو مشاكل صحية، هاي المشاكل الصحية ممكن أنه تنتهي، لكن مطلوب منك في هذه الفترة إذا كنت مرتبطة أكون مسايسة للأوضاع، ما يعني أكبر الأمور ولا هالمخاوف اللي بداخلي أترجمها إلى واقع حديثي، فالمقابيل ممكن أنه يصير فد يعني شلون نقول فتاتش بينك وبينهم. إذن من طين إذن من عجين، الفترة المقبلة وعندك أحسن الفترات بالنسبة إليك راح تبدي إن شاء الله مع شهر السادس وأواخر الخامس وكذلك السادس والسابع، كلش أوكي بالنسبة لهالعشرية بالذات. خلاص. عندي أم حسام تقول أني 3-2 كل ما يتقدم إلى إلى يعني مثل ما يقول خطبة توقف. 3-2 هذا مولود برج الدلو، مولود برج الدلو الفترة السابقة كان هناك تأثير إلى 8 سنين من كوكب أورانوس. كوكب أورانوس راح يتحول 8 سنين يقبع في برج، وفترات تراجع أيضا بين 4 أشهر إلى 4.5 أشهر. فعندنا وجوده في برج الحمل 8 سنين كل ما يقدم على شغلة كأنما أكفت حاجز. بس شنو رأيك هالسنة ابنك يتزوج؟ بس تخابريني، هذا يدعو يعني تخابريني مو على متفتشي، بشريني حتى أبارك له. هذا الوقوف مع تحرك هذا الكوكب المسيطر راح ينتقل إلى برج الثور، فهذا الشخص راح ينتقل من حياة إلى حياة أفضل. هذا الموقع شوية يضوج صحيا كذلك لمجاميع الثور، العفو الدلو اللاحظ يصير عندهم دائما وجع بالرأس، وجع بالمفاصل، يحس نفسه كأنما جسمه تعبان، ما عنده نشاط، أنف أذن حنجرة، أشياء تخص الجهاز الهضمي، هاي كلها متوفرة. لكن مع مغادرة هذا الكوكب راح تقولوا لي شو وقت هذا الكوكب عاد يغادر؟ راح يغادر إن شاء الله 15/5 يعني ما بقال شيء ينتقل، فكل هالأشياء هذه راح تتغير، يصبح إلى تغيير من وضع إلى وضع آخر، وإن شاء الله أتمنى له الموفقية. لا تخافين يعني إن شاء الله هذه السنة هذا الشخص مرتبط. عمران يقول أني 23/4 أريد أعرف برجي. 23/4 اللي هو قبل كم يوم كان عيد ميلادك، إن شاء الله سنة فلكية مباركة، الله ينطيك الصحة والعافية. 23/4 مولود برج الثور الترابي، العشرية الأولى منه، طبيعة هذا البرج مغناطيسية، الكوكب اللي سيطر على هذا البرج هو الزهرة. الكواكب اللي تأثر على جسمك أنت بالذات كـ 23/4 هي الدرجة الأولى الشمس، القمر، الزهرة، وكذلك عندنا كوكب عطارد. أنت ذكي، عندك قدامك 3 أشهر، شد حيلك واتكل على الله، لأن هالثلاث أشهر راح تتعب بيها، لكن بعد ذلك راح تأسس لك لبنة إيجابية. اتوكل على الله، أكو أشياء هواية راح تتغير بحياتك، خصوصا من ناحية تحسين وضع مادي. بكرة أتحدث عنه بدخول الزهرة إلى برج الجوزاء، فأشجع كل التشجيع على أنه تحسن وضعك المادي، وهذا راح يساعدك كثيرا. 3 أشهر ازرع فستحصد في نهاية السنة. إن شاء الله أتمنى لكم الخير جميعا، وأترككم في رعاية الرب. أنقل الأجواء إلى زميلة مروة.